إذا انسحب سامسا إلى الجبال الآن ويريد محاربة بالغاي. لقد أخذ نساء وأطفال قبيلته إلى مكان آمن لحمايتهم، وغدا سيخرج مع مقاتليه وسيذهبون إلى تل الصقر. إنه محارب شجاع حتى تجرأ على محاربته مع بضع مقاتلين، وهو أحمق لدرجة أن يظن أنه من الممكن أن ينتصر. لكن المسكين سيموت بالتأكيد، فبالغاي سيجهز عليه بسهولة ولن ينجو. لكن يا صوفيا، من أين عرف بالغاي أن سامسا سيذهب لتل الصقر غدا؟ يوجد جواب واحد لهذا السؤال يا أبي، يجب أن يكون بالغاي قد اشترى أحد أسياد قبيلة سامسا، وهذا يعني أنه أصبح من الضروري أن نتحرك ونضع جاسوسا بين قادة بالغاي. لا تقلقي، سأتصرف بهذا الشأن. بمن تفكر؟ كل إنسان في هذه الدنيا له ثمن أو نقطة ضعف. سيد يانيس، لقد استطاع عثمان الهرب من يد رجال جيخاتو يا سلفادور. لقد توقعت هذا، فعثمان ماكر جدا ولا أحد يستطيع أسره. السبيل الوحيد للنيل من عثمان هو اقتلاع رأسه عن جسده، هذا هو الحل الوحيد. جاء الوقت لتأخذنا إلى المكان الذي يختبئ فيه عثمان هو ومقاتليه. ولكن تأكد أولا أنه سيكون هناك عندما نداهمهم، وأنا سأكون في قيادة الجنود. وأنا سأكون إلى جانبك أيتها الأميرة. محارب الشجاع سلفادور، اذهب الآن وابدأ بالتجهيزات. أنت ستلقين القبض على عثمان يا صوفيا، وستأخذين منه الخنجر والقوانين أيضا، وبالغاي لا يجب أن يعلم. هل تفهمين؟ لا تقلق يا سيد يانيس.